طلع لنا كلام كتير، قالوا برشلونة انتهت، قالوا برشلونة من بعد ميسي مش هيقوم لقومة، قالوا برشلونة ديونه بقت كتير وهيفلس، قالوا برشلونة خلاص موضة وبطلت وتيكي تاكا وعمرها ما هترجع تاني. في الوقت اللي العالم كله كان بيتفرج علينا واحنا بنقدم مزيكا وبنقدم عظمة وكل واحد بيشجع النادي بتاعه بحماس، كانوا بيجوا عندنا عشان خاطر يستمتعوا بالكرة اللي احنا بنقدمها. قالوا برشلونة خلاص مش راجع، بس برشلونة بلعيبة صنع في لمسية ومدرب صنع في لمسية بيقدم مباراة للتاريخ قدام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. شباب برشلونة، خبرات برشلونة بيقدموا مباراة جميلة وعظيمة جدا. بوسكيتس عمل مباراة عظيمة جدا 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 جدا. بوسكيتس النهاردة عمل مباراة من أيام بوسكيتس 2009-2010. بوسكيتس قدم مباراة مثالية بالنسبة لنا كبالنسبة لبوسكيتس قدام كازيميرو وقدام توني كروز وقدام لوكا مودريتش. بيكيه قدم مباراة كويسة جدا. إيريك جارسيا اللي كنا متخوفين منه، لعيبة نص برشلونة ما عطوش فرصة لريال مدريد إن هم يشوفوا إيريك جارسيا لابس إيه أو بيعمل إيه النهاردة. رونالدو أروخو البداية بيه ناحية اليمين كانت فكرة عظيمة جدا جدا جدا، وقدامه عثمان ديمبلي علشان تشكل خطر على قوة ريال مدريد. ناحية الشمال اللي فيها فينيسيوس جونيور، بس النهاردة كنا على عودة مع حنكش فيني اللي كان خطير واللي كان بيخوف الدفاعات، ما جاش النهاردة. مع غياب بنزيمة شفنا شخصية فيني الحقيقية ملك الحنكشة، شفنا فينيسيوس جونيور اللقطة اللي وقع فيها قدام مارك أندريه تير شتيجن وكان عايز ضرب الجزاء. شفنا نص ملعب ريال مدريد النهاردة، ولو قعدنا نتكلم على ريال مدريد كتكتيك للأمانة حتى البرامج ما فهمتش أنشيلوتي كان عايز ايه. يعني في برامج تقول لك ان هو كان بادئ 4-2-4 كازيميرو وتوني كروس وقدام موجود لعيب زي رودريجو والناحية التانية فينيسيوس جونيور وفي النص لوكا مودريتش وفيدريكو فالفيردي. وفي برامج تانية تقول لك لا ده هي 4-3-2-1، كان في فينيسيوس وكان في فيدريكو فالفيردي وتحت موجود كازيميرو ومودريتش وتوني كروس ومفروض ان كان مهاجم رودريجو. تقعد بقى تبص ريال مدريد ملوش اي ملامح لا تكتيكيه ولا هجوميه. طب ما بدتش ليه كامافينجا في نص الملعب؟ محتاجين بقى نسال اسئله كرويه بقى، بس مالناش دعوه بالاسئله الكرويه دي، احنا ندعوا بايه؟ بدري والعظمه اللي قدمها النهارده. اوباميانج يا باشا يا باشا، اوباميانج دي بالنسبه لي تخفيله السنين. اوباميانج اللي كان بيتدرب بالجسمه في ديربي لندن جاي في الكلاسيكو اول كلاسيكو ليه مع برشلونه بيسجل هدفين ويعمل اسيست اللي هو ايه يا اسطى العظمه دي؟ انت كنت مخبي كل ده فين بجد والله يا برو؟ انت كنت فين يابا من زمان ومن سنين يابا؟ من سنين كنا مستنيينك والله اوبا، كنا مستنيين سترايكر بجد والله. انا بعد سواريز مش لاقيين سترايكر بجد. فيران توريس، فيران توريس اللي بعد ما عمال يضيع الشوط الاول وبيضيع في بدايه الشوط الثاني انفراد، قلنا فيران توريس ايه السوء ده علشان يجي اوبا ويديله اسيست جميل للهدف الثالث ويجي هو يمس على اوبا في الهدف الرابع اللي هو ايه يا اولاد العظمه والجمال ده؟ ودمبوز، دمبوز اللي ربنا كرمه والصلح حاله بعد الجواز وبطل يتصاب، الله عليك يا دمبوز. دمبوز النهارده نفخ ناتشو حرفيا، نفخ ناتشو، عمال ياخد ناتشو رايح رايح جاي رايح جاي رايح جاي. اسيست عالمي لاوباميانج لقطة الهدف الاول اللي من بعده برشلونه كان راكب الجيم اساسا من قبل الهدف الاول. من بعده برشلونه خلاص احنا خدنا شويه ثقه، شويه ثقه ان احنا هندوس على ريال مدريد في الملعب. بدايه الجيل التاريخي بتاع بيب جوارديولا كانت 5 في البرنابيو امام جوزيه مورينيو، دلوقتي بدايتنا احنا البدايه دايما بتكون من برنابيو. ان شاء الله بدايه الجيل ده هتكون من برنابيو. اروخو اللي قدر يوقف فيني النهارده واللي قدر يسجل الهدف الثاني. برشلونه النهارده كل حاجه مثاليه، في حين ان ريال مدريد الناحيه الثانيه من غير بنزيما الفريق يتامى حرفيا. بيفكروني بجد والله بفرقه الكابتن ماجد، في غياب الكابتن ماجد كانوا بيبقوا عاملين ازاي؟ كان بسام ينفخهم ويشوط من نص الملعب يجيب فيهم اجوان. دلوقتي بسم الله ما شاء الله في غياب بنزيما الفرقه ما فيش، ضايعه خالص. وكارلو انشيلوتي بره فقر عناصر، على فقر تكتيك، على فقر دماغ. فكرت في مباراه عامله ازاي اللي هو برشلونه هي هيلعب جيم ضغط عليا، فانا هلعب كور طويله لرودريجو وهلعب كور طويله لفيني. طب نص الملعب، نص الملعب اللي هيربط بقى الكلام اللي انت عمال تفكر فيه ده، توني كروس وكازيميرو. توني كروس ما جاش. مودريتش النهارده اللقطه اللي بدري نط عليها عشان ما يبصيش الكره اتبصت او راحت لفيني وعملت انفراد، بس الحمد لله فيني رجع ذكريات حنكش. بس للامانه برشلونه قدر ان هو يسيطر على نص الملعب، برشلونه عمل مباراه مميزه جدا. يمكن التغيير بتاع عثمان ديمبلي لا التغيير بتاع اوباميانج بمنفيس ديباي قتلت الماتش شويه، هي قتلت الماتش شويتين بصراحه. الناحيه الثانيه بدانا نشوف ان كافافينجا نزل وماريانو دياز نزل مكان داني كارفاخال اللي هو انت هتلعب ايه دلوقتي؟ طب هتلعب فيرود ماريانو، هتلعب كافافينجا نص ملعب، هتلعب ايه طيب؟ يعني مش عارف، محدش عارفك انت بتلعب من اول الماتش ومحدش عارفك انت نهيت ازاي. اسانسيو ماكارو دوريجيس في الدقيقه 63،
برشلونه جاب مكان فرانكي، وجافي النهارده عمل شويه وقت كان مثالي. يعني جافي من اول الدقيقه 70 عمل 19 دقيقه مميزين جدا. نيكو جونزاليس نزل مكان بدري في النهايه عشان خاطر بدري ياخد تحيه الجماهير. داني الفيش نزل مكان جوردي البا. داني الفيش نزل لعب باك شمال، مفيش اي مشكله طالما حاطين على ريال مدريد ينزل يعمل اللي هو عايزه ما دام نزل مكان عثمان ديمبلي. كان في حساب قاعد بتفرج معاه الماتش، واول ما الكره جت لادامه في نهايه الماتش قال لي ادامه هيسجل. قلت له يا اسطى ادامه بقاله سنه ونص ما بيسجلش، هيجي اول ما يسجل في ريال مدريد، بس عادي مش مهم، المهم ان احنا قدمنا مباراه عظيمه قدام ريال مدريد. كنا بنتكلم في ماتش اتلتيكو مدريد ان الجيل ده محتاج مباراه كبيره يكسبها. النهارده مفيش مباراه اتقل من الكلاسيكو انك تكسب ريال مدريد في عكر داره 4-0. هنزيد ما نزيد، ما احنا بقى لنا سنين بالظبط على جت علينا احنا واحنا بنزيد يعني، وبنقول ان احنا عملنا مباراه عظيمه. ما احنا عملنا مباراه عظيمه غصب عن اي حد، عملنا مباراه عظيمه. لو انت زعلان من الكلام فالكره ليك وعليك، زي ما ريال مدريد عمل مباراه حلوه قدام باريس. لا انا قلنا ان ريال مدريد عمل مباراه حلوه قدام باريس، بس لما انا كبرشلوني اقول ان برشلونه حط على ريال مدريد النهارده في البرنابيو يبقى حط على برشلونه. الارقام كلها بتقول كده، وان سايد جيم في قلب البرنابيو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فعايز رايك واحترم.